ويا مرحب حبايبي، كيفكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. انتم عم تحضروا فيديو اليوم، رجعت لكم بفيديو جديد، وفيديو هيك اليوم غير شكل، ان شاء الله راح يعجبكم كتير. وحبيت بلش معكم بفنجان القهوة مع صوت فيروز والعصفور، كتير كتير هيك جون مع بعضهم، جو صباحي. فهيك خلصنا شرب القهوة وفت على المطبخ دغري، هون كان معطل زوجي وسيلة يعني، فدخلنا على المطبخ لحتى نعمل فطور. والفطور اليوم برعاية مين؟ برعاية سيلة. سيلة خانم بدها جعبالها البانكيك بالموز، فقلت لها تكرم عينك خلص حساوي لك اياها. وفاتت رجعت بدي ساعدك ماما، معلش ساعدك، تكرم عينك ماما، بدي ساوي انا الطاولة السفرة يعني انا زبطة، خلاص تكرم عينك. فاليوم برعاية مين؟ برعاية سيلة. ومبدئيا للبانكيك يعني نفس معايير البانكيك العادي بتحطوها، اللي هي الحليب والطحين والفانيليا وشوية البيكنج باودر والسكر، بس انه بتحطوا الحليب ما بتحطوا كاسة كاملة يعني ناقصة، لانه بنحط بدالها موزة، الموزة فيها هيك سوائل. فمثل ما شفت اول شي معست الموزة مع البيضة والفانيليا، وبعدين حطيت السكر والحليب، وبعدين حطيت كاسة طحين وحطيت لها رشة بيكنج باودر، وكمان زيت، حطيت شوية زيت يعني هيك قدر معلقة صغيرة مو كتير، بس مشان ما ندهن يعني المقلاية او يلزق او يعمل شيء، وهو ممكن بيعطي كمان هيك لمعة ظريفة. فضيتهم انا عندي هاي العلبة يعني اسهل للبانكيك، بتعمل لك دوائر صغيرة او دوائر كبيرة، فيكم بالمعلقة او بالكبجاية الصغيرة اي شيء يعني، انا حطيتهم فيها قلت اسهل مشان سيلة لانه ناوية تفوت وتساعدني. فعملت هيك اول شيء حجم لقيته شوي صغير، رجعت كبرته، رجعت وقت اللي اجت سيلة قالت لي بدي اعمل معك، رجعنا صغرناهم شوي هي عشان تعلمهم انه هدول تبعاتها هي اللي ساوته. وعلى فكره في عالم بيعملوا البانكيك بدال الحليب باللبن اللي هو الزبادي، كمان كثير طيبه وظريفه، ما بتعطي مثل نكهه الحليب بس كثير ظريفه كمان. بدك تساعديني اليوم؟ يلا كبسيه 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 كبسيه، هدول حاعمل لك اياهم وظهر لك، تاكلين تعرفين انه هدول تبعاتك، شو رايك؟ وفيها هيك كمان كبسيها كمان هي، بس استني اشوفهم بقى هدول تاكلي من هدول، من هدول قد ما بدك امسكي، هو مشانك انا عملتها تبع الموز، كثير طيبه الرؤيه نفسهم ماما، هدول بس القياس مختلف، دوقيها تبع الموز، خي قربي دوقيها بقلب الموز؟ اليوم بمعية سيلة حنحط هيك سفرة وحواضر وأكل. هلا زوجي بيحب الحواضر مثلي وأكلات البيت يعني، بس ما بيحب يفطر بكير، بيحب يفطر متأخر. فقلت خلص عم ساوي لسيلة وساوي جعبالة يعني، فحط صفرة ومن كل شيء من الحواضر يعني الموجودة. احنا من النوع اللي بنحب الأجبان والألبان كتير يعني، فشوفي عندي جبنة، حطيت لبنة خضرة يعني جنب البانكيك. كمان شوي هلا. بالعادة أنا ما بحط فوق البانكيك شي، إما بحط عسل يعني أو شوكولا، فما عندي ومالي مسيحة يعني شوكولا، حطيت صوص الشوكولا هو جاهز وصوص الفريز، سيلة اختارته وقالت لي يعني إنه حطي لي من الاثنين، نص من هاد ونص من هاد.
وبمناسبة البرد والشتاء الله يبعث الخير يا رب. وأنا ما عم بعمل كتير حلويات، كتير مخففة عمل الحلويات يعني مرة بالأسبوع بالكتير. زوجي كتير يعني هيك جاباله حلو ومتعودين يأكلوا الحلو كل يوم الثاني، فهيك ده جاب من عند زيتونة هي النابلسية، طيبة عنده النابلسية يعني بتجي هيك ناشفة ما بقطر يعني، وبيبعت قطراتها معها، فهيك جاب صدر نابلسية والقطر معها. هلا هي بتجي هيك باردة، انتو بتسخنوها ممكن بالفرن لانه هي الصينية بتدخل على الفرن، او حتى انا بقطعها هيك بحط كل واحد لصحنه وقطعته يعني بالصحن، وبعد منها هن بيسخنوها بالميكروويف على ذوقه، ممكن يسخنوها شوي ممكن ياكلوها باردة عندي لانه مشكل، او شو اسمه انا بسخنها كتير بساويها سايحة وما بحط لها قطر، كتير طيبة بتطلع. وعملت جنب منها هيك فنجان قهوة غير شكل عندها المسويات بتدفي وتعطي سعرات حرارية عالية. الله يعيننا على هالشتوية، على قد ما بدنا ناخد سعرات حرارية لحتى ندفى بدنا هيك نتلقى الوزن قديش بده يزيد بقى. وصلت سيلي على المدرسة ودخلت على السوبر ماركت على البيم، بتعرفوني اكتر شي انا بدخل على البيم، فناقصني هيك منظفات وغراض للتنظيف خالصين تقريبا من عندي، لان احنا بنجيب كميات كبيرة لانه بيحكم بجيب انا بجيب زوجي، فبتبقى عندي المنظفات فترة منيحة، لكن اللي زمان ما جبت منظفات فهيك نقصوا كتير من عندي الغراض تبع التنظيف اللي هي الياف السياف الشقف هيك شغلات. هلا اول شي بدي لكم على هذا الشامبو تبع الغسيل، نصحتني في رفيقتي قالت لي هذا ظريف يعني منيح لكل الالوان للابيض والملون، فهيك حبيت اخده وجربه. وبما انه كل شيء واضح يعني هون بالفيديو، حابه بس اسال سؤال، انه نحن كم عددنا بالقناه، كم اخت بالقناه؟ نحن تقريبا 56,000 صبيه بالقناه، فعدد اللايكات بالفيديو اللي بتجي يعني بالكتير بالكتير 3,000 او 4,000 اذا كان الفيديو كتير جايب مشاهده، فانا لي عتب صغير عليكم مو على الكل اللي متفاعلين طبعا، يعني قصدي اللي بتفرجوا بيحبوا وما بي ما بيعملوا اللايك، هو اللايك يعني ما بيخسر شيء ولا بيكسبني شيء، يعني انا كيكسبني ما بيكسب شيء اللايك، بس انه ممكن يرفع الفيديو يرفع المشاهدات عليه، يعبر عن اعجابكم بالفيديو بهدول اللايكات، عرفتوا علي كيف؟ هلا انا فيني اقدم اي محتوى بدون ما اني هيك اتعذب بالتصوير بالافكار بالمحتوى ذاته، شغل الكاميرا على الطبخة واحكي ضل احكي على الفيديو وخلص، يعني ساعتها ما بزعل اذا اجاني عليه كتير لايكات او لا، عرفتوا علي كيف؟ بس انا ما بحب، بحب كل يعني كل دقيقه بالفيديو تكونوا انتم مستفيدين منها، واذا مو مستفيدين منها بشكل فعلي بتستفيدوا بشكل نظري، ف خلي لي اياكم يا رب لا تنسوني من دعمكم، واذا كنتوا عم تشوفوا الفيديو وعاجبكم لا تنسوا تضغطوا على اللايك، واذا كنتوا عم تحضروا قناتي بدون ما تشتركوا اشتركوا يعني وفعلوا الجرس على الكل حتى يوصلكم مني كل اشعار. وانا راجعة على البيت وصلني هذا الكارغو من ترينديول، طلبت هذا التايت كورسي للكامل يعني بيجيب في زون كامل من الخصر من فوق على الخصر لتحت، بيعمل مثل تعلمي هون بيقولوا بالتركي يعني بيخلي الجسم يتعرق مع الرياضة، ف
فاخدته بما اني اخذ هيك جهاز رياضه جديد، اخذته قلت بلبسه بيلعب رياضه بلبسه. وفي صبايا كتير سالوني عن الفيتامين اللي بتشربيه يعني من فيديوهين او ثلاثه. هلا انا ما بشرب فيتامين معين، يعني ما فيني اقول لك على فيتامين معين، انا كل 6 شهور بعمل تحليل يعني، بس اجمالا فيتامين د باخذ دال 3 كل 3 شهور، باخذ عندي امبولتين، باخذ البي 12، باخذ كمان الفيتامين اللهم صل على النبي الحديد، لانه كتير بينزل عندي الحديد. بحاول يعني استغني عن الحبوب واخذ مكملات غذائيه بس الا ما ينقص. ولا بنجد عم باخذ دواء للشعر يعني لتقويه وتوقيف هر الشعر، جديد لسه مالي زمان يعني مبلشه فيه، ما بعرف اذا بيطلع ظريف او لا، اذا طلع ظريف بحكي لكم عنه ان شاء الله. وهذا الجهاز كمان مالي زمان اخذته، يعني ما صار له اسبوع عندي، كتير مبسوطه عليه. وفي معه يعني جهاز الرجاج خصوصي لمنطقه البطن ومنطقه الارداف، يعني بيساعد على هيك حرق الدهون وتكسير مثل ما بيقولوا الدهون. فضيت الأغراض كلها من الكياس مثل ما شفتوا، يعني طلعت عشان أعرف كل شيء بدي قيمه على مكانه. مثل ما شفتوا أغلبيته هيك منظفات وأغراض تبع التنظيف والمحارم، فقلت له فضي هيك الشغلات اللي جبتها مثل الشعيرية، مثل البرغل الناعم، مثل السميد، بهارات كمان كانت ناقصتني كمان أخذتها، في منها باخدها من البيم. هلأ النعناع بحبه كتير من البيم، بيجي نظيف هيك وأخضر، من عند اللي بيبيعوا التوابل يعني بحسه كتير غامق هيك ومو حلو لونه او مصفر، فيعني انا بعمله على ايدي، بس وقت اللي بيخلص من عندي ولسه مو عامله بجيب جاهز. التوابل بالذات ما بحب كتير منها، بحب جيب هيك على قد ترميز صغير يعني، وليخلص بجيب غيره، لأنه بحس التوابل بس ضلت فترة منيحة بالبيت يعني بالقطرميز، إذا ما انتزعت بحسها بتروح طعمتها يعني أو بتطير هيك ريحتها الحلوة، لهيك بجيب على قد. واليوم حبيت اعمل اكلة شيش براك بس على طريقة ستي وستك، او ما بعرف ستك اذا بتعملها بهي الطريقة، بس انه طريقة ستي يعني قصدي الطريقة الاصلية القديمة اللي هي بتنعمل الشيش براك باللحمة النية، يعني لسه اللي مو مطبوخة قبل ما تنحمس اللحمة. فهون حطيت انا لحمة مدهنة شوي مو كتير، وحطيت لها بصلة قطعوها ناعم ناعم او حتى برشوها برش، وكزبرة خضراء، نحن للشوام بنحط كزبرة خضراء، فيكن تستغنوا انتو، في عالم بتحط توم بقلب الحشوة وبرا ما بتحط توم، في عالم بتحط بس من برا، لان العالم بحط بصلة من جوا والتوم من برا مع الكزبرة، بس هي الشغلة ازواق سبحان الله بترجع يعني. ساويت الحشوة، حطيت لها ملح وفلفل، شوية فلفل احمر، وحطيتها على جنب. وهون عندي العجينة، عجينة عادية يعني سادة بس بالمي والطحين، وبحط ملح ورشة سكر وبعجنها ودغري بشتغل فيها. هلأ هذا القالب حبيت فيه تكون فيه كتير ظريف، بس لشغلة وقت بتكون تشتغلوا فيه ما تكتروا لحمة، هلأ أنا شغلة فيه قبل هالمرة ما بتكتروا لحمة بيزبط معكم تمام، أما إذا عملتوا مثل ما هلأ أنا هون عملت كترت لحمة يعني شوي بعذبكم وقت بتطلع القطعة من قلبه، عرفتوا علي كيف؟ فأنتوا بتحطوا أول شيء أول طبقة عجينة تمدوها بتحطوها عليه، بعدين بتحطوا بالفراغات اللحمة، بعدين بتحطوا الطبقة الثانية وتصيروا تكبسوا عليها. راح المقطع اللي بنزل فيه القطع من قلبه مثل ما لكم شايفين بيطلعوا هيك مثل شكل دائري، بس مثل ما قلت لكم لأني أنا مكترة لحمة شوي عذبني، أما إذا ما بتكتروا لحمة بيطلع مباشرة وبكل سهولة.
هلا هون الطريقة الأصلية هي هيك، دوائر صغيرة بنحط لها اللحمة وبنلفها مثل الطاقية، بنسكرها أول شي بشكل هيك هلال، وبعدين بنبرمها على بعضها بتصير طاقية. كتير سهلة، ما بدها شي يعني وسريعة. بس هلا طريقة هذا القالب للناس اللي ايدهم بطيئة شوي بالشغل، بياكلوا هم شغلها او تقريصها وتقطيعها فاسهل لهم. بس زوجي بحبها هيك مثل العادة تبعنا، يعني هيك طواقي، لانه بتجي لحمتها هيك منيحة، يعني بعبيها لحمة وبعدين بطبخها. اللبن حطيت انا هون 1.5 كيلو لبن، وحطيت لهم معلقة ملح صغيرة وكمان بيضة، لانه هذا اللبن ما حاحط له نشا، النشا مشان انه يمسك اللبن ما يفرط، فما حط له نشا لانه بطحين وعجين يعني، فحتصير سميكة كتير اصلا بدنا نزيد له مي، فما حطيت شيء غير هاي البيضة. حاشوي مع هاي البيضة بعدين حزد له مي بقى، واول باول بقى بلاقي شوي سميك برجع بزيده مي اول باول. والطريقة الاصلية للشيش برك بضل العجين ني، يعني لا بينسلق لا بينشوى، ما بيتساوى فيه شيء ابدا، اللحمه نيه العجين ني، بس بينطبخ اللبن. بس غلى اللبن ضفت له كاسه المي وضليت عم حرك لرجع غلى مره تانية، رح نزل بقلبه قطع العجين اللي هي الشيش برك، او ما بعرف بيقولوا له في ما كان بيقولوا له دان الشايب يمكن. كتبوا لي بالتعليقات شو بتقولوا عن هذا الشيش برك، يعني دان الشايب او له اسم تاني، او كيف طريقتكم بتعملوها انتو. وبعد ما بتسقطوا قطع الشيش برك باللبن ما تخافوا بتستوي خلال ربع ساعة، يعني ما بتاخد وقت، لأن أول ما بتغلي بترجع بتغلي يعني بنوس عليها وبتركها هيك ربع ساعة عم تغلي على مهلة، بس كل شوي بعمل لها تقليبة مشان هيك ما تلزق بالسفل. وآخر 5 دقايق بحط التوم مدقوق، يعني هيك كم سن وكمشة كزبرة. في عالم بتحمس التوم المدقوق مع الكزبرة اليابسة مع شوية سمنة، بحمسوهم بحطوهم بطشون فوقها، أنا بعمله بهذه الطريقة. وهيك زينت وشها بشوية كزبرة خضراء، ممكن تحطوا لحمة كمان تحطوا شي، أنا حطيت شوية جوز تطلع كتير كتير طيبة. ولهون بيكون خلص فيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكم، وإذا عجبكم مثل ما قلتلكم لا تنسوني من اللايك والدعاء والتعليقات الحلوة من إيديكم الحلوين. بشوفكم بفيديو جديد، سلام.